بس نبطل عشان شي ضايع. منذ يومين ونظام الإجرام يخصف المدنيين في قلعة المضيق والقرى التي تحيطها. لم يبقى في قلعة المضيق إلا القلة القليلة التي لا تملك قوت يومها ولا تملك حتى متور تتحرك فيه. الليلة الماضية القبلة يعني أكثر من 150 قذيفة، مما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين عزل، وصار دمار كبير بالممتلكات وتهجير الناس. عدد قلعة المضيق تتجاوز 60,000 نسمة، عدد قلعة المضيق 30,000، وفيها مهجرين ولاجئين بقلعة المضيق أكثر من 30,000. لم يبقى منهم 10%. تهجرت العالم كله على شمال سوريا. ليكو مبروكات. طبعا ليش؟ 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 طبعا ليش